السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة ذا فيوتشر كودي؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. أصدقائي، راح نتكلم عن أقوى الأخبار اللي صارت خلال الفترة السابقة، طبعا مواضيع مهمة ومواضيع شيقة. وشو هو اتجاه البيتكوين في الأيام القليلة القادمة؟ شو هو اتجاه السوق؟ أصدقائي، بما نبلش الفيديو بتمنى تضغطوا على الاشتراك، وبتمنى تفعلوا زر الجرس، وبتمنى تضغطوا على اللايك حتى يوصلكم كل فيديوهات الجديدة. طبعا أصدقائي، خبرنا الأول عنا شخص اسمه تيك ديف. طبعا أصدقائي، هذا الشخص صور الشارت في 2017 وصور الشارت في 2021، وبعد دمج الشارتين مع بعض طبعا طلع الشارت متناسق بطريقة غريبة جدا. طبعا هو مش متناسق 100%، لكن أصدقائي متناسق جدا جدا. طبعا أصدقائي، نحن نشوف حاليا بهالمنحنى هذا الشارت 2021، ونحن حاليا يومنا هذا نحن بهالمنحنى القاسي اللي صار هون. طبعا هذا المنحنى فعلا رح يشكل صعود تاريخي جدا للبيتكوين، ممكن يوصل لل100,000 دولار. طبعا حاليا البيتكوين ب57,000 دولار، منطقة خطيرة جدا أصدقائي. بيتكوين ممكن بيتكوين يرتد لل54,000 دولار، لكن بعدها ينفجر بيتكوين بقوة جدا جدا. طبعا بيتكوين أصدقائي نهاية هاي السنة منطقة 60,000 دولار أبدا، ولا منطقة 70,000 دولار. بيتكوين رح يكون منطقة 80,000 دولار إلى منطقة 100,000 دولار خلال الشهر القادم. طبعا أصدقائي، هيلاري كلينتون عندها رأي تاني، وصرحت ان البيتكوين يهدد الدولار الامريكي كعملة احتياطية. طبعا ممكن كثير من الاشخاص وافقوها هذا الرأي. طبعا انطونيو سيناتوري قال yes that is the point of the whole thing، معنى هالكلام اللي كتبه قال نعم، هذه هي النقطة او هذا هو الهدف من كل هذه الموضوع. يعني اظن البيتكوين هدفه الاطاحة بالدولار. طبعا فعلا اصدقائي، البيتكوين هدفه الاطاحة بالدولار، وحتى يصير البيتكوين والعملات المشفرة وسيلة دفع بدل الدولار الامريكي. طبعا اليوم اصدقائي انطرح اليورو الرقمي، ومين وطبعا كل اشخاص اصدقائي كانوا بينتظروا اليورو الرقمي. اصدقائي، بالنسبة لمؤشر الخوف والطمع، حاليا نحن بمنطقة خطيرة جدا، يعني كمية الخوف كبيرة جدا، لكن اصدقائي لازم نحذر جدا، خاصة من التوصيات اللي راح ننزلها، من التوصيات اللي لازم ندخلها قبل ما تتبع صديقي اي توصية، لازم تدرسها بنفسك. طبعا البيتكوين حاليا بمنطقة خطيرة جدا، ممكن اصدقائي مثل ما قلت لكم ينزل لمنطقة ما بين 50,000 دولار الى 54,000 دولار. طبعا اصدقائي، لكن الخبر اللي بيشجع انه في عنا ثالث اكبر محفظة في العالم خاصة في البيتكوين، اشترت بالامس او اليوم الصبح اشترت كميات كبيرة من البيتكوين. اشترت اليوم 484 قطعة بيتكوين، وكمان بالامس اشترت 700 قطعة. طبعا عم تشتري بكميات عظيمة جدا، حتى تقريبا بيومين اشترت 823 قطعة. يعني اصدقائي، ارقام خيالية جدا، وراح تأثر بقوة جدا خلال الفترة القادمة. طبعا اصدقائي، شو بيعني هذا الكلام؟ في اشخاص او في حيتان اشتروا بيتكوين ايام ما كان ب20,000 دولار. بالامس طلع تصريح قالوا نحن غير جديين، او ما بنفكر اساسا نبيع كمية البيتكوين اللي معانا. هذا الشيء اصدقائي بيطمن جدا جدا في وقتنا الحالي. طبعا مثل ما تكلمنا رح يصير ارتداد، وبعد الارتداد البيتكوين رح يرتفع وبقوة. طبعا اصدقائي، حاليا السوق عم يضوي باللون الاحمر، لكن اصدقائي مثل ما قلنا حاليا سعر البيتكوين 57,759، قريبا اصدقائي رح يوصل لل 54,000 دولار، بعدها رح يرتفع بقوة جدا. طبعا هاي المحفظة او باقي المحافظ كلهم عم يشتروا البيتكوين بكميات كبيرة جدا، عم يحضروا لانفجار بالسعر. وطبعا اصدقائي، هيك حوت او هيك محفظة ما بتشتري بيتكوين عن عبث، او ما بتشتري عملة بكميات كبيرة في ظل انهيار السوق عن عبث. طبعا نزل بيتكوين لمنطقة 57,000 دولار، ممكن هاي فرصة مناسبة جدا للشراء، وفرصة قوية جدا بالشراء. واصدقائي، ممكن هذا السعر اخر مرة نشوفه منطقة 57,000 دولار، انفجار بيتكوين قريب جدا اصدقائي. طبعا اصدقائي، اذا انفجر بيتكوين راح ينفجر معه جميع العملات المشفرة. طبعا اصدقائي، راح انصحكم كم عملة مشفرة تخزنوها بمحافظكم خلال الايام القليلة القادمة، او خلال الاشهر القليلة القادمة راح تصير انفجار كبير جدا، وممكن تضاعف محفظتك بطريقة عظيمة جدا جدا. صديقي، انا بنصحك تخزن عملة ENJ، بنصحك تخزن عملة المانا، وكمان بنصحك تخزن عملة HBAR، وكمان
بنصحك تعز تخزن عملة جالا. طبعا أصدقائي انهيار السوق الأمس أثر علينا كتير، لكن كمان قدرنا نعوض بصفقة ربحنا منها 120%. مبروك للأشخاص معنا على الفي آي بي، واتمنى أي شخص حاب يشترك على قناتنا على الفي آي بي يتواصل معي، انضم قناتنا على التليجرام، أترك لك الرابط أسفل الفيديو. كل عليك أنك تنضم لقناة التليجرام تتواصل معي على الخاص. أصدقائي أنا بحاجة حسابين على منصة باينانس، الحسابين يكونوا موثقات، اي شخص عنده حساب بدو يبيعه ينضم لقناة التليجرام يتواصل معي او حتى نوصل لقرار يفيد الطرفين. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، اتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابك، واذا اعجبك الفيديو لا تنسى تعملنا لايك وشير واشتراك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.